السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ مع حضراتكم دكتور صفاء واصف، طبيبة أسنان وأخصائي مكافحة العدوى وعضو الجمعية المصرية لمكافحة العدوى. الحقيقة الفيديو النهاردة يهم مين؟ يهم كل أم بتشتغل ومضطرة إن هي تسيب ابنها فترات طويلة وحابة إنها تنتقل للرضاعة الصناعي لهذا السبب، مع إنها بترضع طبيعي كويس جدا. بيقابلنا ستات كتير جدا بتيجي انا عايزة انتقل للرضاعة الصناعي لان عندي ظروف شغل او لان الدكتور كتب لي مجموعة من الادوية لحالة صحية عندها بتتنافى مع الرضاعة الطبيعية لفترة زمنية قصيرة، اسبوع 10 ايام، او تكون بتحضر لعملية جراحية وبرضو بتاخد ادوية او بتحضر بتاخد اشعة، يعني بتعمل اشعة. في حاجات كتير جدا بنلاقي ستات كتير مضطرة توقف فيها رضاعة طبيعية وبيبقى البديل ان انا عايزة ادي لبن صناعي. الحقيقة لا، في بديل، وانا حبيت اعمل الفيديو دوت علشان انشره كده للناس يعرفوا ان لا، في بديل، تقدري حضرتك تكملي بالرضاعة الطبيعية بدون ما تحتاجي انك تحولي ابدا للرضاعة الصناعي. اكيد مفيش اختلاف يعني على اهمية الرضاعة الطبيعية للطفل وعلى كمية المناعة اللي بتوصله من خلالها واهميتها وافضليتها عن الرضاعة الصناعية. طيب خلينا نبدأ. انا هتكلم، انا مش طبيبة اطفال، انا طبيبة مكافحة عدوى، فانا هتكلم من منظور مكافحة العدوى. يعني ايه؟ يعني الخطوات نفسها، ان حضرتك تشتري جهاز تشفيط من الصيدلية، في اجهزة كتير جدا، الجهاز المناسب ليكي واللي سهل استخدامه بالنسبة لي مفيش مشكلة. العملية نفسها سهل تتعلميها. انا بتكلم ايه اللي يخليني اللبن اللي انا خدته ده احافظ عليه ما يوصلوش اي بكتيريا او يحصل اي مشكله فيه لما اجي اديه تاني للطفل، الطفل ده يتعرض لمشكله صحيه. فانا الكلام هيبقى من منطلق ازاي احافظ على اللبن اللي انا اخدته ده، ايه المدد الصح اللي اقدر احتفظ بيه في الثلاجه او في الفريزر، وازاي اقدر اعيد استخدامه تاني. مبدئيا بيتم كخطواتنا بقى، بتتم عملية تنظيف الثدي المية وصابونة عادي جدا زي اي مرة بتقومي فيها بالرضاعة الطبيعية. ما بستخدمش مطهرات، ما بستخدمش كحول، ما بستخدمش اي حاجة من الحاجات اللي احيانا بنسمعها دي، لا حضرتك بيتم الغسيل بماء وصابون والتجفيف كويس جدا. الجهاز بتاع التشفيط ده بيتعامل بين كل مرة والتانية معاملة الببرونة، حضرتك بتطهريه بالماء المغلي وبيتنشف. خطوة التنشيف يا جماعة مهمة جدا، ينفعش اسيبه مبلول او في بواقي مية وارجع استخدمه واللبن اللي بيخرج يخالط مية بقالها كام يوم كده متجمعة في جهاز التشفيط. الكلام ده غلط جدا وده بيسبب مشاكل كبيرة جدا. انا اهم حاجة عندي برضو نقطة التجفيف. طيب ايه المدد اللي اقدر احفظ اللبن دوت فيها؟ اللبن ده تقدري تحتفظي بيه لمدة 48 ساعة جوه التلاجة، بشرط ان انت تحتفظي بيه في وعاء محكم الغلق، تمام، بلاستيك او ازاز محكم الغلق، ويكون طبعا في الرف الداخلي من التلاجة، ما حطوش مثلا في باب التلاجة يتعرض كل شوية ان درجة حرارته تعلى وتقل تعلى وتقل، لا طبعا يستحسن ان هو يكون في الرف، يعني في الرف الداخلي من التلاجة ودرجة حرارته لحد كبير ثابتة. طيب خرجت اللبن دوت، اقدر استخدمه خلال قد ايه؟ اقدر استخدمه خلال 4 ساعات، تمام، من 4 ل6 ساعات. خليكي دايما في الرينج الاقل، يعني من 4 ساعات. طيب انا استخدمته بحطه عادي في الببرونة وبدي للطفل. طيب انا دلوقتي لا، انا محتاجه ان انا اللبن دوت عايزه احفظه لمدد اطول. اقدر احتفظ باللبن دوت لمده من 2 ل3 اسابيع في الفريزر، في الفريزر بتاع الثلاجه اقدر احتفظ باللبن ده من 2 ل3 اسابيع. بتخرجيه؟ طيب يعني انا دلوقتي احتفظت بيه من 2 ل3 اسابيع، طب انا هخرجه من الثلاجه اعمل ايه؟ افوق يفك ازاي؟ يفك ازاي؟ دي خطوة مهمة جدا وما ينفعش ان احنا مثلا احطه في مية سخنة او ان هو يوصله مية باي شكل من الاشكال. انا المفروض ان هو في وعاء محكم الغلق، يا اما هحطه في التلاجة يفك براحته، يا اما ان انا لو انا مستعجلة عليه
طيب الفيديو كان فصل، نرجع تاني. زي ما قلنا بحتفظ بيه لمدة 48 ساعة في التلاجة، خرجته من التلاجة اقدر استخدمه خلال 4 ساعات. لو حابة احتفظ بيه لمدد اطول اقدر احتفظ بيه من اسبوعين لثلاث اسابيع في الفريزر، ولما بخرجه اهم حاجة عندي يعني انه يفك من الجمدان بطريقة من اتنين، يا اما اسيبه يفك براحته جدا في التلاجة، او لو مستعجلة عليه هفكه تحت ماء جاري، ماء جاري، ماء فاتر مش سخن، ما حطوش في ميكروويف، ما حطوش في حاجة سخنة، في ماء فاتر، تحت الماء فاتر، بشرط انه ما يوصلوش اي مية نهائي. طيب شوية ملحوظات مهمة. طبعا الكمية اللي تم تشفيطها باستخدام جهاز التشفيط حضرتك ادرى بالكمية اللي ابنك بيستخدمها كل مرة، فلما اعمل يعني احط الحاجة دي في وعاء او في كيس بلاستيك او في اي حاجة يكون على قد الكمية بالظبط ويتكتب عليها التاريخ. بمعنى انا مثلا شفطت 100 ملي والطفل مثال بياخد 50 ملي، يبقى اقسمها على اقسمه في حاجتين كده واكتب عليهم التاريخ، وطبعا استخدم التاريخ الاقدم فالاحدث، يعني كمية اللبن اللي معمولة من 3 ايام استخدمها هي الاول قبل كمية اللبن اللي معمولة امبارح. ليه بكتب التاريخ؟ التاريخ مهم جدا، لان انا مش عاوزة يتراكم عندي كميات كبيرة من اللبن يكون عدى عليها فترات طويلة. احنا مش حابين ان يعني انت اقصى حاجة في الفريزر 3 اسابيع، فانت لازم تبقي عارفة يعني امتى اللبن دوت تم تشفيطه علشان تقدري تقولي اه ده ممكن اقدر استخدمه، ده لا خلاص ما عادش ينفع استخدمه. نفس الحكاية في التلاجة العادية 48 ساعة تقدري تقولي اه ده اقدر استخدمه وده ما عادش ينفع استخدمه. اتمنى اكون وصلت المعلومة، اتمنى حضراتكم تعملوا شير للقناة وتعملوا لايك للفيديو وتوصلوا الفيديو لأكبر قدر من الأمهات بحيث ان هم يستفيدوا من المعلومة على قد ما يقدروا، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات تانية. تابعونا، شكراً.